وقيل الحدوتي، واحد من وليدات زايو، خرج المعهد التكوين المهني شعبة التسيير الفندقي، كنشتغل في أولا كنمارس هواية الأعمال اليدوية، وكنحاولوا نخدموا في هذا المجال إن شاء الله. كنمارس هواية الأعمال اليدوية اللي مؤخرا كنحاول نخرج منها شي حاجة اللي نقدر نسوقها، واللي لقيت ولا الاتجاه اللي خديت في هذه الأعمال اليدوية هو المجال ديال تزيين الشموع الحفلات ولا الأعراس ولا جميع المناسبات، بالإضافة إلى تزيين الأكواب بالأسماء بالخط العربي. باش نهضر على الهواية ديالي ولا على هاد التزيين ديال الشموع، ولا بد نرجع كيفاش بديت. البداية في الأول يعني من الطفولة ديالي وأنا كنهوى الرسم بالإضافة للأعمال اليدوية، وكنت كديما يعني كنحاول نصنع أولا نصاوب هكا أنا ماديش كنشوفهم سواء في التلفازة في الرسوم ولا ألعاب، كنحاول نعاود نصاوبهم يا بالكارتون يا بالورق أولا كنرسمهم. المهم هكا الطفولة ديالي كاملة دازت في الاهتمام بهذا المجال بصفة عامة، حتى مؤخرا يمكن دابا شي ست سنين ولا اكتشفت الصباغة على الزجاج، الفن ديال الصباغة على الزجاج. هذا الفن يعني بالخصوص كان عندي ولع بالخط العربي، يعني كنت كنشوف لوحات مكتوبين بالخط العربي وكنقول لي ما لا، حتى انا يعني نوصل داك النيفو حتى انا نبقى نكتب مثلا دوك الايات ولا صور قرآنية على الزجاج. فمن هنا بدا البحث ديالي في المواد كيفاش هذاك الشيء كيتصاوب، وكيفاش حتى عرفت يعني لقيت الطريق ديالي في هذا الشيء، وعرفت كيفاش داك الشيء كيتصاوب والمواد باش كيتصاوب داك الشيء. بديت كنرسم تانا حوايج خاصين بيا، وكنرش انا ننشر على الفيسبوك مع نشارك داك الشيء مع الاصدقاء، وكان داك الشيء كيلقى واحد الاعجاب واحد الاهتمام من طرف الاصدقاء ديالي. هذا الشيء شجعني وبطبيعه الحال حفزني انني نزيد نبقى ندير حوايج اخرين. بالنسبه لهذا الشيء ديال تزيين الشموع بالضبط، وهذا الشيء ديال العراسات بصفه عامه والمناسبات، بدا معايا مؤخرا شي 6 سنين. هذه جات واحد الصديقه ديالي شافت الاعمال اللي كنقوم بها على الزجاج وكذا، فاقترحت عليا انني نصاوب لها شي حاجه خاصه لها بالمناسبه ديال الزواج ديالها. فانا تقبلت الفكره بطبيعه الحال وصاوبت لها شي حاجه. فهذيك هي اللي كانت البدايه ديالي. من تما يعني كاع الناس اللي شافوا داك الشيء كانوا يجيو مثلا يبغوا بحال داك الشيء صافي. وبقى مره كي يعني فيما نخدم شي طلبيه مثلا كتجيب طلبيات اخرين، ناس اخرين بغاو بحال داك الشكل ولا شي حاجه خاصه مثلا صافي. ملي لقيت انه الناس كيطلبوا هذا الشيء فقلت لي ما لا، علاش ما نخدمش حتى انا في هذا المجال، بلاصه ما يبقى غير هوايه انني نكون منه شي مدخول. بالنسبه لهذوك الاعمال اليدويه، خلينا من الشمع وداك الشيء المتعلق بالافراح، بالنسبه لهذوك هما في الحقيقه كهوايه، منها انني كنحقق واحد المتعه انك كتصاوبهم وكتحقق واحد الهدف مثلا كيزيد يحفزك من كتلقى تشجيعات ولا اعجابات ديال الناس بداك الشيء اللي كتصاوب، بالاضافه لواحد الحاجه اللي هي مهمه وهي الاساس، انني كنتعلم وانني كنبحث في المواد، يعني كيفاش انه يعني تدمج بين المواد وكيفاش كيخدم يعني كيفاش تشكلهم، كيفاش يعني كتعلم المستقبل. اكيد انني كنفكر انه ما تبقاش مجرد هوايه مادام كاين اقبال، الا وكنفكر انه نزيد نطور في المحتوى ولا في المنتوجات اللي ممكن انني نسوقها اكثر، وانها يعني كنفكر انه ما تبقاش المنتوجات اللي كنصاوب محصوره على مواسم معينه مثلا الاعراس ولا، يعني كنفكر انني ندير شي منتوجات اللي تقيس كاع الشرائح وفي جميع المواسم مثلا. بطبيعه الحال الانسان راه كيفكر باش
يجعل منها واحد المدخول اللي يستفيد منه. بالنسبة للخدمة على الشموع والتزيين والنقش على الشموع بالنسبة للحفلات، كنقوم مثلا كنصاوبوا اشكالات بحال هذا على هذا الشكل. مثلا كيكونوا ثلاثة الشمعات، كتصاوب مثلا جوج فيهم الأسماء ديال العرسان زائد التاريخ ديال ليلة الحنة ولا ليلة العرس، بالإضافة إلى أدعية ولا مثلا إهداءات كتكون خاصة. وكاين يعني الناس كاين اللي كيجيو مثلا عرسان هما اللي كياخذوا هذا الشيء باش كيزينوا منهم طاولة ديال العرض كما هو متعارف عليه في التقاليد المغربية. ولا كاين الناس مثلا ورجعت واحد الموضة جديدة، مثلا الناس ما بقاتش كدير ديك الهدية التقليدية اللي في الحفلات، يعني بنادم ولا كيختار شي حاجة بحال هكا كيقدمها للعرسان جداد مثلا. وبالنسبة لكاين أعمال، بالنسبة للعمل على الخدمة على الفناجل عاوتاني، كنزوقهم على حسب الطلب ديال كل واحد، ولكن كيبقى التخصص ديالي ولا اللي كيطلبوه بزاف واللي كنقترحو أنايا الكتابات الأسماء بالخط العربي اللي كياخذوه مثلا بزاف ديال الناس كيطلبوه بحال هاد الشكل. مثلا كتكتب الاسم بالخط العربي والجهة الأخرى مثلا كتخدم بالخط اللاتيني، بالإضافة إلى شي زواقة ديال الزواقات المعروفين، يعني باش كتعطي واحد الديكور زوين بحال هذا كما راك تشوف. وماشي كاع الناس اللي كيجيو عندي مثلا كيبغيو اسماء، كاين اللي كيبغيو مثلا كيجيو متزوجين ولا مخطوبين كيختاروا شي حاجه خاصه بهم، مثلا يبغيو قلب يكون مقسم على جوج ولا شي حاجه ولا تعابير خاصه بهم. بالنسبه للخدمه اخرى من الخدمات اللي كنحاول نطور راسي فيها هي الطباعه على الشموع. طباعة الشموع اللي خليت منها هذه هي زوينة كتقدم مثلا في المناسبات، واللي سوقت منها واحد العدد لا بأس به في مناسبة عيد المرأة. يعني بزاف ديال الناس شافوا انها شي حاجة متميزة والناس بغاو يبدلوا، ما يبقاوش في داك الشكل التقليدي ديال الهدايا ديال ساعة ولا براسلي ولا، يعني شي حاجة كتبقى جديدة ومتميزة. ملي كنهضروا على مدينه صغيره صعيب انك تلقى فيها المواد باش غادي تخدم، يعني كتضطر انك ضروري تمشي لمدن اخرى باش كتجيب دوك المواد، وهذا الشيء لا لقيتهم في المواد المجاوره. يعني شي مره كتضطر انك تمشي حتى لكازا ولا تمشي حتى للرباط، غالبا كازا، باش انك تجيب المواد اللي غادي تخدم بها، نظرا لانه المنطقه ما عندهمش اهتمام وما كاينش هذا الشيء المهم، ما كاينش في هذه الجهه. ما زيد على ذلك بالنسبه للمدينه الزايو، يعني ما يعني باش تخدم هذا الشيء يعني تقدر تخدمه بطريقه احترافيه الا بغينا نقولوا، كيخصك على الاقل يكون عندك واحد المحل اللي يكون محل تستقر فيه، وانك تعرض الاعمال ديالك بطريقه احترافيه اللي تقدر تجيب المزيد ديال الزبناء. فمثلا في زايو صعيب انك تلقى محل بشي ثمن اللي يشجعك انك تقدر تستثمر فيه وانك تطور راسك اكثر، لانه كبدايه يعني صعيب شويه انك تكون تخدم هاد الحوايج اللي مازال جديد، الناس مازال كيتعرفوا عليها، فصعيب انك تبدا في محل مثلا في مدينه زايو، خصوصا الكراء كل الثمن ديال الكراء زايد. بالنسبة للعائلة ضروري ما غادي تشجع هما، كي يعني لو كان ماشي هما ما نظنش واش غادي تقدر تستمر، وهما بالخصوص اللي كيعرفوا القدرات دياولي وعلى من انا قاد وفين نقدر نوصل بالاعمال دياولي، حيت يعني عارفين هما اللي قراب ليا عارفين فين نقدر نوصل، وعارفين وكيامنوا بانني نقدر نمشي بعيد ونقدر نخرج من هذا الشيء اللي هو كيبان حاليا يعني يمكن كيبان بسيط ويقدر يبان عادي يعني متداول الا بغينا نقولوا، يعني يمكن يكون، ولكن قادر انني نمشي به بعيد ونتميز فيه اكثر. بالنسبه للاحلام
وكان يعني كان كان طمح انني نقدم شي حاجه شي حاجه متميزه. هي في الحقيقه كاين عندي الوصفه، كيخص غير شويه ديال الامكانيات، شويه ديال الخدمه، وان شاء الله غادي نقدر نخرج شي حاجه جديده، يعني التسويق ديالها يكون بطريقه اخرى. يعني ما غاديش تستنى، ما نستناش يعني حتى المواسم ضروري خصو يصبر وخصو المثابره، يعني يخدم ويبحث. البحث ضروري يعني باش انك تطور راسك وانك تجدد باش تقدر تتميز. باش نختموا هذه الحلقه، يعني هي مناسبه ليا باش نعرف براسي ونعرف بالخدمه اللي كندير، خصوصا وانني دري يعني اللي معروف يعني في الاقليم ولا في الجهه، يعني معروف انه بنات كيشتغلوا، البنات هما اللي كيشتغلوا في هذا المجال. يعني هذه حاجه جديده اللي كاينه في زايو، يعني بلاصه ما يمشيو الناس يجيبوها من بلاصه اخرى، يعني هي رجعت كاينه في زايو وانا كنخدم عليها. وبالنسبه للناس اللي بغاو يتابعوا الاعمال اللي كنصاوب، سواء في المجال ديال النقش على الشموع، النقش وتزيين الشموع، او لا تزيين ديال الاكواب بكتابه الاسماء بالخط العربي، او اعمال اخرى يعني هي مختلفه سواء على الزجاج ولا اعمال اخرى. بالنسبه اللي بغاو يتعرفوا على الاعمال ديالي غادي يلقاوها في الصفحه ديالي الخاصه. فكنتمنى انهم يتابعوني ويشجعوني، ومن من بغيت من نستغل هذه الفرصه باش انني نرحب بالجميع، خصوصا اننا مقبلين على موسم ديال الاعراس. مرحبا بالجميع.